كيفاش كتشديو هنا الصباح؟ الصباح نجيو مع 6 عندك الماء كتسقي الماء هو الاول داك الجليد هذا او تبدي تقريبا ما تخطرات ما تبدي حتى 9 ديال الصباح 10 عاد كتبدا الانتاج يطلع ولا كان عندك شي اون بان ولا شي حاجه ولا صافي يعني راه النهار مشى هو كاين اللي كيحفر مسكين حياته يحفر حاسي وما يلقاش ويحفر حاسي يطيح في الخوا يحفر حاسي يطيح في الماء يحفر حاسي يطيح في درجه يحفر حاسي يطيح في ديكالاج يحفر حاسي حياته كامله كتمشي غير حفر خارج من داركم ما عارفش راسك واش غتولي ولا ما توليش اول حاجه كدير موطور تركب عليه على الصباح الجديد الا وصلت الخدمه تقدر تجيب لك مايستير ولا شي حاجه ولا دير جيت دير غير موتور دير له مارش ولا تفرق يدك على جوج ولا انا بعدا راسي نجرو 7 المره انا خدمت في الشركه عندي 160 الف فرنك في الشهر خرجت لي 75 الف فرنك ديال الماء خرجت لي 46 الف فرنك ديال الضو منين غادي نعطي هادشي هذا واش غادي نمشي نطلب ما نقدرش نطلب لان ما مناش عندي انسانيه واحساس باش نخدم واخا كهول نخدم باش نصور مرسو ديال الخبز لولادي واش نخليهم تا هما يطلبوا بحالي راه داروا واحد البرنامج قال لك راه جراده ولا جراده بخير واش من جراده اللي بخير جراده يجيو راقبوها الناس الكبار يجيو راقبوها الناس الكبار ويشوفوا واش بها ما هادو راه غير 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 الشلاهبيه غير خطافه هكا نقولها براسي عالي امام الملا امام الملا كنقولها امام الملا وحنا نطلبوا الله ينصر سيدنا سيدنا راه مهالكين وهنا في جراده راه مهالكينو كنوصلوا له غير الاخبار الكاذبه نموت بالجوع صفر نخطف نقدر ندير اي حاجه الضمير ديالي ما يخلينيش غادي نمشي انا نبقى نقري في واحد خويا قلت لك القوة ديال الله سبحانه وتعالى فوقنا كلشي كيشوف كل وكنمشي للموت نجبدها من 100 متر تحت الارض ناكلها وما نقولش لواحد عطينا يا الله نجي ديال الناس ولكن اللي عنده ديال الناس ساهل ولكن الحمد لله كاينه الموت ما غادي يدي معاه